عندما نشر فنان شاب مضطرب عبر الإنترنت رسوماً متحركة عنيفة من الطين على موقع يوتيوب، لم يعر الناس الكثير من الاهتمام في البداية، ولكن مع تصاعد عنف فنه وتزايد تعبيره عن خيالاته العنيفة عبر الإنترنت، بدأ الناس يخشون من أنه قد يحول تلك الخيالات إلى واقع، ولسوء الحظ كانوا محقين. أقدم لكم تحذيراً بسيطاً حول هذه الحلقة، فهي مقلقة بطرق تختلف تماماً عن نوعية الفيديوهات التي أقدمها عادةً، لأن هذا الشخص منحرف بشكل كبير، لذلك أردت أن أكون صريحاً معكم منذ البداية. هذه قصة رجل عرف باسم دولي فريش على الإنترنت، وهو رجل أصبح ينظر إليه كواحد من أكثر الفنانين انحرافاً وفساداً وتدهوراً على الإنترنت بأسره. بعد أن تتعرف على فنه وما وصل إليه في النهاية، أعتقد أنك ستفهم السبب، لكن في الوقت الحالي دعونا نبدأ من البداية. ليكتن آلان ليبوت كان رجلاً كندياً ولد في عام 1999. كان ليتون يعاني من التوحد الشديد، بالإضافة إلى انخفاض معدل الذكاء، وهما عاملان أدايا إلى تعرضه للتنمر بشكل سيء في المدرسة. بسبب هذه الظروف لم يكن ليتون في حالة جيدة أبداً، وكان يعتقد أنه على الأرجح لن يكون قادراً على العيش بشكل مستقل كراشد في المستقبل. أثناء مواجهته لصعوبات في المدرسة، أبدى ليتون اهتماماً سريعاً بالرسوم المتحركة عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً تقريباً، وبالتحديد التحريك بالإيقاف باستخدام الصلصال. عندما بدأ لأول مرة في صنع رسوماته المتحركة، كانت بسيطة جداً، شيء يمكن أن يفعله طفل في مثل عمره. كانت الشخصيات الأولى التي صنعها مجرد كتل غير واضحة المعالم، تأخذ أسلحة وتقاتل بعضها على الشاشة، وغالباً ما تنتهي بعرض دموي بدائي. شغف ليتون بالعنف الدموي لم ينتهي أبداً. مع مرور الوقت أصبحت رسوماته أقل كرتونية وأكثر واقعية، حيث احتفظت بوجوه كرتونية بينما أصبحت الأجساد تدريجياً أكثر واقعية، كما سعى إلى تجاوز نفسه مراراً وتكراراً في كمية العنف التي يظهرها في رسوماته المتحركة، مما أدى إلى خروج الأمور عن السيطرة بمرور الوقت. ليبتون قرر أن يجعل أعماله علنية في مايو 2016 عندما كان يبلغ من العمر 17 عاماً، مستخدماً اسم المستخدم ميسري ماجيك، حيث كان ينشر في الغالب على مواقع مثل ديفيانت آرت وإنستغرام. في وقت لاحق من نفس العام أنشأ قناة على يوتيوب تحت نفس الاسم، حيث بدأ في نشر نفس النوع من المحتوى العنيف بالصلصال الذي كان يستمتع به، بدءاً بنشر الرسوم المتحركة الأصلية التي صنعها في عام 2013. بعد فترة بدأ ليبتون يعرف بالاسم المستعار الذي اشتهر به أكثر، وهو دولي فليش. على قناته كان عادة ينشر رسوماً متحركة، ولكن بين الحين والآخر كان يقوم ببعض الاسكتشات التي تتضمن تمثيلاً حياً، أو حتى يتحدث ببساطة إلى الكاميرا عن أهدافه للقناة. كان ليبتون مستعداً للتخرج من مدرسة كولونا الثانوية في عام 2017، ولكنه لم يصل إلى هذا الحد. بدلاً من ذلك تم طرده بعد أن أطلق تهديدات خطيرة، لقد هدد بإنتاج غاز الخردل، ومن ثم ضخه عبر فتحات التهوية في المدرسة وإلى نوافير المياه. كما أضاف إلى تهديداته قائلاً إنه يريد قتل جميع النساء الحوامل لمضاعفة عدد القتلى. بعد طرده من المدرسة لم يكن لدى ليبتون شيء يفعله سوى العبث على يوتيوب وإنستغرام وتويتر. بدأ في نشر المزيد من المحتوى بعد فتح حسابه على تويتر. لفترة طويلة كان ينشر صوراً ثابتة من رسوماته المتحركة الدموية، كما نشر نماذج طينية إباحية للغاية، بما في ذلك تلك التي تصور اعتداءات جنسية وعنف بشكل مباشر وغير مبهم. أخذ ليبتون اهتماماً كبيراً بالاعتداءات الجنسية، حتى أنه نشر فيديو لنفسه يقلد القيام بهذه الأفعال على دمية. في البداية كان بعض الفنانين الآخرين على الإنترنت معجبين برسومه المتحركة الداكنة، حيث رأوا فيها نوعاً من الأداء الفني، لكن سرعان ما تراجعوا بعد أن تحدثوا معه، إذ فوجئوا بنظرته القاتمة للحياة وبمهاراته الاجتماعية البائسة. أنشأ ليبتون قناة ألعاب أيضاً، وقال إنه سيقوم بنشر مقاطع ليتس بلاي ومحتويات ألعاب أخرى، لكن المشاهدين لاحظوا بسرعة أنه لم يكن يلعب الألعاب فعلياً، بل كان يستخدمها لتقليد حوادث إطلاق النار الجماعي بأي طريقة يمكنه من خلالها وتمثيل خيالاته القوية. لم يمض وقت طويل قبل أن يبدأ بالتغريد على تويتر حول هذه الخيالات أيضاً، بدءاً من نشر صور فنه الدموي إلى الهذيان النصي، حيث اعترف لمن كان يستمع إليه بأنه نشأ على تلك الأفكار المظلمة. في تلك الفترة أصبح ليبتون أكثر انفتاحاً بشأن أفكاره الجنسية المشوهة، التي كانت تتضمن في الغالب تخيلات حول النساء الأكبر سناً اللواتي يفرضن أنفسهن عليه. أشار إلى أنه كان أكثر راحة مع ما أسماه الفتيات المباشرات، مضيفاً أن الفتيات الخجولات سيزيدن من الإحراج بالنسبة له. معظم فنه كان يدور حول النساء بطريقة أو بأخرى،
وعندما كان الرجال يظهرون في أعماله كانوا عادة موجودين فقط لقتل النساء. في معظم الأوقات كان يستخدم شخصية تمثل نفسه لتنفيذ العنف بنفسه، مما يعمق من خيالات القوة التي كان يعيشها. اخترع ليبتون شخصية مهرج مشابهة لشخصية جيكسو وأطلق عليها اسم إيتشي. وصف إيتشي بأنه تكريم لبوجو المهرج، وهي شخصية المهرج الخاصة بجون واين جاسي، ولكن أوضح أن إيتشي يقتل النساء فقط. على تويتر كتب عبارات مثل: البراءة لا وجود لها، وأريد لمس الفتيات بطريقة قد تكون غير مهذبة بعض الشيء. وكان له هوس غريب بالحصول على دمية جنسية، حتى أنه طلب من والدته شراء واحدة له، وهو ما رفضته بالطبع. ثم قرر صنع فيديو يشكو فيه من هذا الأمر ويكتب: أعتقد أنني سأعلن قريبا في فيديو عن سبب عدم سماح والدتي لي بشراء دمية جنسية. بعد ذلك أوضح ليتون بقوله: واحد من أهداف حياتي هو أن أمارس الجنس مع دمية، وربما أفشل في ذلك أيضاً. أنا من النوع الذي لا يريد إنجاب الأطفال أبداً، لكن إذا أنجبت أطفالاً من دمية فلن أقلق بشأن جوعهم أو موتهم. حاول ليتون صنع دميته من الطين، وناقش كيفية الحصول على لون الجلد المناسب لإتمام المهمة، حتى أنه نشر فيديو وهو يأكل سباجيتي من الشيء الذي كان سيصبح دميته. نشر أيضاً مقاطع فيديو أخرى كان يلعب فيها بلعبة تشبه البالون المائي، ملمحاً إلى أن هذه ستكون الفتحة في دميته المخصصة. في النهاية أراد ليتون إنتاج فيديو كامل يناقش فيه وجهات نظره حول موضوع الدمى الجنسية، وكتب قائلاً: التغريدات التي أكتبها هنا حول الدمى الجنسية سأقولها أيضاً في فيديو الدمية الجنسية. وكما تتوقع انتهى به الأمر بإنتاج الفيديو، حيث كرر فيه معظم تغريداته السابقة عن الموضوع، بينما دخل في تفاصيل غير مريحة حول ما كان يريد فعله مع الدمية. How often will you find a girlfriend that's custom designed and perfect the way you look, or even one without arms and legs? Maybe you'll get tired of screwing her and her plastic bum and want to move to her ear canals, which are stretchier. ليتون جرب أيضاً نشر المزيد من مقاطع الفيديو الحية بهدف الصدمة، بما في ذلك الفيديو الذي ذكر فيه السباغيتي مع الدمية. في فيديو آخر صنع لنفسه ثديين كبيرين من الطين قبل أن يعصر سائلاً منهما على الكاميرا. قال: Pretty much I'm going to be having a lot of crazy videos coming up. One of them isn't really as crazy, but one of them is pretty much going to be like I'm going to have clay tits and a bra, and it's gonna lactate milk out. I'll probably like dance to some music. بسبب هذا أو لأسباب أخرى تم إنهاء إحدى قنواته على يوتيوب. تحدث عن هذا قليلاً على تويتر قائلاً: إن السبب كان بعض التعليقات التي أدلى بها عن الأشخاص السمينين والحيوانات. قال: الفيديوهات النقاشية الأخرى التي كانت على القناة المحذوفة تتعلق بموضوع لماذا يجب أن تكون فخوراً بكونك سميناً. كنت في 16 من عمري وتحدثت عن هذا الموضوع فقط لأنني لم أكن أحب رؤية العروق على ذراعيك، ولكن الآن لا أمانع في ذلك عندما كبرت. وأضاف أيضاً أن هناك فيديوهات أخرى كانت تتعلق تأييد ممارسة الجنس مع الحيوانات. مع زيادة الشكاوى من محتواه المزعج على قناته الرئيسية، بدأ ليتون يواجه المزيد من المتاعب، حيث تم الإبلاغ عن محتواه بشكل متزايد. ومع ازدياد إحباطه قرر أنه سيحاول حظر نفسه من كل شيء، وكتب قائلاً: كنت أفكر قريباً في محاولة الحصول على حظر لحسابي على ريدت. أنا شخصياً أكره ريدت، والمضحك في ريدت هو أنه يجبر الناس على مشاهدة ما تفعله ويدمر يومهم. على الرغم من كل ذلك، نجح ليتون في تكوين بعض الأصدقاء المقربين عبر الإنترنت، رغم أن الأمر يبدو أنهم لم يكونوا قريبين كما كان يأمل. كانت إحدى هؤلاء الأصدقاء فتاة تدعى آلي، التي كانت تشاركه اهتمامه بالرعب، وكانت تعيش في ظروف منزلية مشابهة له. اكتشفت آلي أن ليتون كان يقدر بشدة القتلة، وخاصة مرتكبي المجازر مثل تسوتومو ميازاكي. في قناته السابقة تحدث ليتون عن رغبته في الانتقام من مدرسته بسبب التنمر عليه ومن النساء بسبب رفضهن له. طلب ليتون من فتاة تدعى آلي أن تكون صديقته عدة مرات، لكنها رفضته في كل مرة. لم يتوقف عند هذا الحد، بل أرسل لها صوراً عارية غير مرغوب فيها من نفسه. في يوم من الأيام اشترت آلي بعض الجيرل، مما أعطى ليتون فكرة تقليدها وشراء نفس الشيء. شعرت آلي بأن ليتون كان مهووساً بها ويريد تقليدها، وليس ذلك فقط، بل كان يريد أن يؤذيها. في 6 مايو 2019 نشر ليتون تغريدة على تويتر يعبر فيها عن اهتمامه بشراء بعض الهامستر. هذا أثار قلق الكثيرين، لأنه ذكر سابقاً أنه قام بالدوس على بطة صغيرة. وبينما لم يكن معروفاً إذا كان يقول الحقيقة أو يختلق الأمور، كان ذلك كافياً لجعل الناس غير مرتاحين لفكرة امتلاكه لحيوان أليف. ومع ذلك ذهب ليتون إلى متجر بيت مارت واشترى 3 هامستر
هامستر ونشر فيديو لنفسه وهو يلعب مع الثلاثة على سريره. في هذا الوقت كانت قصة لوكا ماغنوتا قد أصبحت مشهورة جداً. لوكا هو الرجل الكندي الذي نشر صوراً لنفسه وهو يقتل القطط على الإنترنت، وكما هو الحال مع الكثير من القتلة لم يتوقف لوكا عند قتل الحيوانات، بل انتقل إلى القتل البشري الكامل ونشر فيديو للجريمة على الإنترنت. هذه القضية أصبحت كبيرة جداً حتى أنه تم صنع فيلم وثائقي شهير عنها على نتفليكس. على الأرجح أراد ليكتون أن يحظى بشهرة مشابهة. في اليوم التالي في 15 مايو دخل ليكتون إلى ريديت، حيث كان لديه حسابات متعددة كلها تحمل أشكالاً مختلفة من اسم دولي فريش. قام ليكتون بتصوير فيديو لنفسه وهو يقوم بقتل كل هامستر واحداً تلو الآخر بطرق مختلفة، ولن أخوض في التفاصيل، لكن يمكنني القول إن الطرق الثلاثة التي استخدمها تضمنت التشريح، السحق، والميكروويف. قام بتقسيم الفيديو إلى ثلاثة أجزاء ورفع كل جزء في مجموعات فرعية مختلفة على ريديت. نشرها في كل شيء من مجموعات الرعب إلى مجموعات بريئة جداً مثل مجموعة للشباب الصغار على يوتيوب. الناس كانوا مرعوبين بما رأوه واتصلوا بالمسؤولين عن هذه المجموعات والشرطة. تم تقريباً حذف الفيديوهات على الفور، وتم إبلاغ شرطة كولونا الملكية الكندية بالحادثة بعد وقت قصير. لم يمضي وقت طويل حتى تم ربط جميع الحسابات بليكتون. في 20 مايو تم اعتقاله بسبب 3 بالتهم تتعلق بقتل أو إيذاء حيوان، وثلاث تهم أخرى بتسبب ألم أو معاناة غير ضرورية لحيوان. بالإضافة إلى ذلك تم توجيه تهمة أخرى له بنشر أشياء فاحشة. عندما سألته الشرطة عن سبب ما فعله أجاب ببساطة أنه كان يشعر بالملل ويستمتع بذلك. لاحظت الشرطة أنه لم يظهر أي ندم أثناء الحديث عما فعله. تم إطلاق سراحه بعد وقت قصير بعد دفع كفالة قدرها $1,000. خرج العديد من الأشخاص الذين يهتمون بحقوق الحيوانات للاحتجاج على إطلاق سراحه السريع والسهل من السجن، قائلين إن الإفراج كان دليلاً على قلة اهتمام الشرطة بإساءة معاملة الحيوانات. كما أشاروا إلى أن ليكتون كان يظهر كل العلامات التي تشير إلى أنه قد يصبح قاتلاً متسلسلاً في المستقبل. والمحكمة التي كانت قلقة بطبيعة الحال على الحالة العقلية لليكتون أمرت بإخضاعه لتقييم نفسي. هذا التقييم تناول خلفيته وتاريخه العائلي بشكل مكثف. قال القاضي: دون الدخول في تفاصيل كثيرة، هناك بعض الفيديوهات التي نشرت على الإنترنت والتي تثير قلق النيابة العامة، وكنا نأمل في إجراء تقييم شامل. تم تحديد موعد المحكمة التالي لليكتون في أواخر أغسطس. في الوقت الحالي عاد ليكتون للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث استمر في التعبير عن رغبته في الحصول على دمية جنسية واللعب بالقناع الذي صنعه. ولكن في نهاية المطاف توقفت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي عن النشاط. كان من المقرر أن يخضع ليكتون لمحاكمة تستمر لمدة 3 أيام، لكنها لم تستمر لفترة طويلة، حيث أقر بالذنب في واحدة فقط من التهم الموجهة إليه وهي إساءة معاملة الحيوانات. كان هذا في الواقع قراراً من دفاعه الذي شعر أنه سيكون أفضل حالاً إذا أخذ صفقة الدعاء بدلاً من الذهاب للمحاكمة. خلال المحاكمة بقي ليكتون صامتاً في الغالب ولم يتحدث إلا ليقول إنه سيتعاون مع ما يجب القيام به. حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع وضعه تحت الإشراف لمدة 5 سنوات. تضمنت بعض شروط إطلاق سراحه تحت الإشراف منعه من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي تماماً وفرض حظر تجول عليه، ومنعه من دخول متاجر الحيوانات الأليفة. كما تم منعه من امتلاك أسلحة، ملاقط، مقصات أو أدوية من أي نوع. اتضح أن هناك أشخاصاً في منطقة ليكتون لاحظوا وفاة حيواناتهم الأليفة مؤخراً قبل اعتقاله. في الواقع نشر ليكتون حتى صورة طينية لنفسه وهو يمسك بسكين إلى قطة قائلاً: أحب القطط أكثر. ومع ذلك لم يتم إثبات أي من ذلك ضده. على الرغم من كل هذا لم يتم حظر القناة الرئيسية لليكتون على يوتيوب دولي فلاش حتى بعد مرور عامين على اعتقاله في يناير 2022. بحلول ذلك الوقت كان لديه 2460 مشتركاً وأكثر من 400,000 مشاهدة، والتي كانت على الأرجح من متابعين فضوليين حول ما فعله. منذ ذلك الحين لم يكن ليكتون ألين ليبوت نشطاً على الإنترنت. من غير المعروف بالضبط إلى متى سيتم منعه من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك لمدة 5 سنوات، مما يعني أنه قد يعود إلى الإنترنت بحلول عام 2025. ومع ذلك من الممكن أنه لم يعد يرغب في وجود أي حضور على الإنترنت على الإطلاق في هذه المرحلة. الوقت فقط سيحدد ما إذا كنا سنرى دولي فليش مرة أخرى على هذه القناة لشيء أسوأ في المستقبل. لا تنسى الاشتراك في قناة